ونادي القضاء بيشكل غرفة عمليات داخل النادي عشان تكون حلقة وصل بين القضاء المشرفين والجهات الأخرى المعنية بعملية الاستفتاء. هل من مهام أخرى تقوم بها هذه الغرفة؟ طبعا دي سنة حميدة استناها مجلس الإدارة الحالي مجلس المشرف من الزين. وعلى فكرة دي مش أول مرة تقام، يعني في كل فعاليات فيها استفتاءات أو فيها انتخابات فيما سبق في كل الفعاليات السابقة كان بنقيم غرفة عمليات، الغرض منها التواصل مع السادة الزملاء القضاة والمشرفين أو المنتدبين للإشراف على الاستفتاء، ويعني وتلقي شكواهم من بعض الصعوبات أو بعض المشكلات اللي قد تصادفهم أثناء تأديتهم لهذا الواجب الوطني العظيم، وذلك إكمالا لدور النادي في الوقوف على مصالح دفاع مصالح القضاة والوقوف على راحتهم وتسديد ما يواجههم من الصعوبات سواء كان في عملهم الأصلي القضاء أو في عملهم الوطني الآخر المضاف إلى أعبائهم. واللجنة يعني الغرفة متشكلة من مجلس من بعض أعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي، وبنتواصل مع السادة الزملاء وبنديهم تليفوناتنا واي حاجه بيقابلوها بيواجهوها. طيب سيادة المستشار حضرتك قلت ان هذه الغرفه شكلت من قبل في استفتاءات وانتخابات سابقه، اذا يعني اذا كانت ظهرت سلبيات خلال كل هذه الاستحقاقات السابقه كيف ستتجنبون هذه يعني السلبيات في هذه المره؟ هو يعني السلبيات احنا يعني في المرات السابقه يعني كانت السلبيات بتبقى بسيطه والشكاوى بتبقى محدوده يعني من السادة الزملاء، لكن برضه ما فيش مهم ان احنا بصدد اولى او اللبنه الاولى من خريطه المستقبل وازاء هذا العرس الديمقراطي اللي بيخدم عليه الشعب المصري كله، احنا بنحاول بشكل او باخر ان احنا نتفادى اي سلبيات سواء كانت قليله او صغيره او كبيره، وبنهيد بالسادة الزملاء القضاء يعني ساعه الصبر في التعامل مع سواء مع الناخبين او في التعامل مع القائمين على تامين اللجنه، وفي نفس الوقت تكون صيغه العلاقه فيما بين السادة القاضي رئيس اللجنه ومعاونيه من الموظفين او من السادة رجال القوات المسلحه ورجال الشرطه اللي بيقوموا بتامين اللجنه تكون صيغه او العلاقه بينهم علاقه تعاون، لان الكل بيهدف الى حاجه واحده بس وهو تحقيق طموحات هذا الشعب في الوصول الى دوله الاستقرار. وبرضه يعني بهيد بكل السادة رجال القوات المسلحه والشرطه القائمين على التامين ان يعني تقتصر دورهم ان يطلع كل بمسؤوليته ويقتصر دورهم على تامين اللجنه، ويعني لا يحاول التدخل او في عمل القاضي المشرف على اللجنه، ويكونوا على قمه الاستعداد حين استدعائهم لاي مشكله قد يواجهها القاضي داخل اللجنه. بشكرك المستشار عبد الله فتحي وكيل اول نادي القضاه ونائب رئيس محكمه النقد. طيب في خبر تاني برضو متعلق بالتحضير والتجهيز للاستفتاء على الدستور، انا شايفاه الحقيقه ان هو خبر فيه نوع من التطور الحضاري الكبير جدا. وزاره الداخليه وافقت ان هي تعمل طابور خاص لذوي الاعاقه عشان تخليهم ان هم يقدروا يمارسوا حقهم بشكل يعني سهل جدا، وده يمكن اول مره نشوف طابور خاص لذوي الاعاقه في اي استحقاق. المجلس القومي لشؤون ذوي الاعاقه طلع بيان النهارده قال ان اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه لشؤون حقوق الانسان اكد ان الوزاره خصصت ضابط بغرفه عمليات وزاره الداخليه كمان، ده بالاضافه لموضوع الطابور الخاص بيهم للتواصل مع غرفه عمليات المجلس القومي لشؤون الاعاقه، وده من اجل تذليل الصعاب او حل اي مشكلات عاجله ممكن ان هي تقابل الاشخاص ذوي الاعاقه في كل اللجان الانتخابيه. وقال كمان ان الوزاره هتتكفل بتوزيع ملصقات ارشاديه ان المجلس القومي لشؤون الاعاقه طبعها وجهزها لتوضيح الارشادات لاشخاص ذوي الاعاقه، ومنها الاعاقه كمان طبعا السمعيه او اللي بتحتاج للغه اشاره بشكل او باخر.
طيب بنذهب الى الاحزاب، حيث اعلن المهندس شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار عن تجهيز اكبر غرفه عمليات نموذجيه في مقر الحزب في المهندسين لمتابعه سير التصويت في الاستفتاء على الدستور. واضاف في بيان صحفي ان غرفه العمليات هتقدم خدمه نموذجيه وهتتواصل مع مندوبي الحزب في كافه المحافظات لرصد اي مخالفات قد تحدث خلال عمليه التصويت، خاصه محاولات طبعا اعاقه المواطنين عن الوصول لمقر اللجان الانتخابيه او نشر الشائعات اللي بتسعى جماعه الاخوان الارهابيه لترويجها على مدار يومي الاستفتاء. واوضح ان قرار الحزب بتشكيل اكبر غرفه عمليات على مستوى الاحزاب جاء ليتوج جهود الحزب خلال الشهور الماضيه في الترويج لمشروع الدستور الجديد اللي تضمنت اكثر من 160 فعاليه ومؤتمر شعبي لتوعيه المواطنين. معانا المهندس شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار. مساء الخير يا باشمهندس. مهندس شهاب مساء النور يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اعلنتم عن تشكيل وتجهيز اكبر غرفه عمليات نموذجيه بمقر الحزب بالمهندسين، تكلمنا بقى عن امكانيات هذه الغرفه وما الذي ستقدمه. في الحقيقه الغرفه فيها اكثر من جانب، الجانب الرئيسي فيها هيكون معتمد على التواصل مع مندوبين الحزب على مستوى المراكز كلها تقريبا، احنا موظفين كل مراكز الجمهوريه وعندنا مندوبين في كل مراكز الجمهوريه، هذه الطريقه للتواصل. الطريقه الثانيه مرتبطه بالخط الساخن اللي احنا فاتحينه للمواطنين ونمر وكتير فعلا الاعلان عنها. الطريقه الثالثه معتمده على التواصل مع وسائل الاعلام ومتابعه كل وسائل الاعلام المحليه والدوليه. فمن خلال الثلاث قنوات دول للمعلومات بنقدر ان احنا نجيب المعلومات، وبعد كده بنتحرك عن طريق الوحدات بتاعتنا جوه المراكز المختلفه على مستوى الجمهوريه وعن طريق اتصالاتنا بباقي غرف العمليات الخاصه بالحكومه او الخاصه بباقي الاحزاب او باقي الكيانات اللي احنا بنتعامل معاها. طيب يعني حضرتك يعني فكره انشاء او تجهيز غرفه نموذجيه لمتابعه احداث الاستفتاء ده بيخلينا نتكلم عن دور الاحزاب، هل انت يعني ترى انه الاحزاب المصريه فعلت ما يجب ان تفعله بالنسبه للحشد، حشد المواطنين للذهاب للاستفتاء على الدستور، ام كان الوضع اقل من اللازم؟ المصريين الاحرار من ناحيته عمل حمله نظن ان هي من افضل الحملات اللي اتعملت بخصوص موضوع الدستور. حملتها كانت موجوده في الاذاعه وكانت موجوده في التلفزيون. حملتنا كانت اول حمله تعمل تطبيق على الموبايل للدستور. حملتنا كانت طبعت الدستور بطريقه برايل للمصريين، ده غير اكثر من 160 فعاليه حصلوا على الارض بالفعل. تقديرنا ان ده مجهود بيقدمه حزب المصريين الاحرار للدستور المصري، لدعم الدستور المصري، ونتمنى اننا نقدر اننا نعمل اكثر وان احنا دايما نكون في التطور. لا اظن حزب المصريين الاحرار ان الاحزاب المصريه وصلت بالفعل لقمه تدرجها او لقمه العطاء اللي هي تقدر ان هي تديه للوطن، لكننا على الطريق بنحاول وبنبذل اكثر مجهود نقدر ان احنا نعمله، معترفين باننا لم نصل للمستوى اللي بنطلبه لكننا بنحاول على قد ما نقدر نطور من نفسنا لغايه لما نوصل لدوله. طيب نشكرك المهندس شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار. طيب حتى يعني قبل او اليوم الاخير قبل التوجه الى اللجان المختلفه للاستفتاء على الدستور الجديد بيتم نشر نسخ من الدستور للتوعيه وللتعرف على مواده، طبعا كان في اساليب كثيره او طرق كثيره للتوعيه وشرح مواد الدستور في وسائل الاعلام المختلفه، لكن وزاره الشباب مؤخرا بعتت 20,000 نسخه من مشروع الدستور لتوزيعها على جميع المواطنين العائدين لمصر من خلال مطار القاهرة وأيضا مختلف المطارات المصرية، وكمان بعتت 10,000 نسخة لمحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالقاهرة والأسكندرية وكافة المحطات الرئيسية في مختلف المحافظات. المواطنون بيحصلوا على هذه النسخ لما بيشتروا أي تذكرة، سواء تذكرة سكة حديد أو تذكرة مترو الأنفاق، وكمان في توزيع لنسخ مشروع الدستور على جميع الوزارات والمؤسسات وأي تجمع للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية. وكان في كمان مؤتمرات كثيرة
الوزاره النهارده وزاره الشباب افصحت او كشفت عن انه في مؤتمرات كثيره انعقدت في مختلف المحافظات، محافظات الجمهوريه، لشرح مواد الدستور وصولا الى هذه الليله وهذا اليوم اللي بيبدا فيه التصويت على الدستور المصري الجديد بكره وبعده. اخر خبر معانا يعني لسه هنتاكد طبعا من صحته، ولكن يعني يقال ان نصب مسلحون من الاهالي في جنوب مدينه رفح محافظه شمال سيناء كمين في وقت مبكر من صباح اليوم لمجموعه من العناصر التكفيريه خلال تنقلهم بين قرى المحافظه. وقال شهود عيان في منطقه العجره جنوب رفح ان المسلحين امطروا التكفيريين برصاص في عمليه انتقاميه، وتمكن المسلحون من سبعه اشخاص بحسب روايات شهود العيان في المنطقه، وافادوا بان العمليه على ما يبدو جاءت انتقاما لقتل التكفيريين لعده اشخاص من اهالي شبه جزيره سيناء الذين كانوا يساندون الجيش والحكومه خلال الفتره الماضيه. اكد مصدر امني ان جهات سياديه في سيناء بدات تحقيقات لتحديد ملابسات قتل السبعه في قريه العجره الذين لم تتضح هويتهم حتى الان. طيب احنا خلصنا الجوله الاخباريه اللي كلها كانت عن الاستفتاء عن الدستور المصري الجديد، هنروح لاستعراض اهم واخر الانباء من خلال موجز مع اشرف عبد العاطي، بعده هيكون في حوار مطول ايضا عن الاستفتاء.